السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو اللي قبل كده قلت له اكتب مقال عن النجوم، فبدأ يكتب لي المقال، وبعد كده ممكن تقول له اكتبها لي مرة ثانية بأسلوب آخر. قلت له اكتبها بأسلوب أكاديمي، فحسن الصياغة، لأن ممكن حد يقول له اكتب مقالة فالمقالة عامة ما تعجبوش. قلت له طب بسطها، الطفل عنده 8 سنين ففعلا بسطها. طب حط لي الوسوم والهاشتاج المناسبة لليوتيوب، حطها لي. حط لي أهم المراجع عن النجوم، فحطها لي عربي وإنجليزي. بعد ما خلصت قلت طب ما تيجي نعمل حاجة بقى، نعملها في فيديو كده لوحده. اخترت كلمة، الكلمة دي مكنتش عامل حساب فيها قبل ما أبدأ الفيديو، تمام. اهيت هقول له بقى طب أنا عايزها في الويكيبيديا، ويكيبيديا تمام، اهي الصفحة بتاعتها. عايز هو المقالة طويلة، ممكن اقول له لخصها لي مثلا، هل الكلام ده هينفع ولا لا؟ تعال ناخد الكلام كده واروح كده لشات جي بي تي واقول له لخص لي التالي. بدأ فعلا يلخص وبدأ يكتبه لي بالعربي، لأن قال له اكتبها لي بالعربي وكل حاجة، تمام. قال لك علم الفلك الفيزيائي والحاجات دي كلها. طيب أنا بقى عايز إيه، أديله لينك وأقول له إيه لخص لي اللي موجود في اللينك ده، الموجود باللينك في 4 سطور. تمام، لازم اوقف اللي قبل كده. فبدل ما تكون المقالة طويلة وهتاخد منك وقت، فخلاص يعني ممكن تديله اللينك وممكن تاخد الكلام كوبي بيست. انا افضل طبعا انت تديله اللينك، تمام. لو خدتهم على برنامج الوورد هتلاقيهم ممكن 4 سطور، تمام كده. هي دي الفكرة، ان انت ممكن اقول له بقى ايه، اشرح لي ده الطفل عنده 5 سنين، اشرح لي الكلام ده بطريقة أكاديمية. طب حطها لي في نقط، ما أهم النقط في اللينك. صدقني انت لو عندك سكرتير شاطر مش هيعمل أحسن من كده، هيعمل أكتر من كده، تمام. دي أهم النقط اللي ذكرت في المقال. أتمنى الفكرة تعجبكم. سلام عليكم.